معي الأستاذة صليحة ناصر باري، المدير العام للديوان الوطني للسياحة بالجزائر. مساك الله بالخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. يا هلا بك أستاذة صليحة. اليوم نبي نتكلم عن إكسبو، الأشياء اللي شاركتوها. يعني أنا قاعد أشوف الآن في بيت شعر موجودة هني، وقاعد أشوف الثقافة الجزائرية، وأيضا بعض الناس اللي يلبسون ملابس تقليدية موجودين. فنبي نعرف اليوم ونتحدث عن هذه المشاركة. بالفعل يعني مشاركة الجزائر كانت واجب علينا أن نشارك في هذا الحدث الدولي، والذي نتشرف بوجودنا يعني في دولة قطر الصديقة. فهذا الأسبوع أردنا أن نخصصه للسياحة والحرف اليدوية لتبيان هذا الزخم الذي يميز الجزائر. فالجزائر لها ميزات سياحية وعندها يعني مقومات سياحية، وأردنا من خلال هذا أن نعرف أولا الزائر القطري بالمقومات السياحية الجزائرية، ومن جهة أخرى الصناعة التقليدية. فكما شاهدتم هناك خزف فني، هناك نحاس، هناك صناعة يدوية على الجلود، وخاصة هذه الزرابي التي تعبر عن أصالة يعني الموروث الثقافي الجزائري. يعني احنا ممكن نتكلم عن الفنون اللي موجودة مثل الفنون اللي موجودة خلفي هذه الزخرفة. بالفعل إذن هذا خزف فني، وهناك حرفي كان منذ قليل يقوم بأشغال يدوية حية، يعني بورشات حية، ليظهر للزائر كيفية صنع هذا يعني المنتوج الصناعة التقليدية الجيد. فيه يعني زرابي، فيه خيمة تقليدية، فهذا يعني نخلق جو فيه يعني دعوة لزيارة، مسخرة لزيارة الجزائر، ويعني أن تكون لكم فكرة في انتظار أن تكونوا يعني سواح حقيقيين في بلدكم الثاني الجزائر بإذن الله.